ذات المرحلة إنشاء مجلس استشاري موازن. رحمة الله تعالى وبركاته. يشرفني أن أكون بينكم اليوم ممثلا عن الشباب الجزل وطنه والحفاظ عليه والوقوف في وجه كل من يحاول المساس. إننا كممثلين التقينا نحن كشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كوننا هيئة وطنية تتمثل في الكثير من المنظمات والجمعيات التي النشطة في الجزائر. باركوا هذا يعني هذه اللجنة والتفينا يعني التفينا مع بعضنا البعض وافقنا على تأسيس هذه الهيئة، ومن بعد خرجنا يعني بمشروع واللي هو هذا ندوة الحوار الشبابي يعني الذي لا يتعدى 45 سنة، وجبنا معنا بعض الحلول ومنها يعني الذهاب إلى رئاسية مبكرة قبل جانفي إن شاء الله، وكاين حلول أخرى يعني توسيع هيئة التشاور وإشراك الشباب فيها. جينا هنا اليوم في الحوار باش نوصلوا انتخابات رئيسية مسبقة وترشيح كل فئات إن شاء الله المثقفة، ويكون في الحوار كل فئات المثقفة ولإعطاء الفرصة للشباب. أهم مطلب التعجيل ثم التعجيل والتعجيل لإجراء الانتخابات وضمان شفافية الانتخابات بمشاركة الشعب. الحضور من قريب من 48 ولاية وخاصة فئة الشباب هي الغالبة، وكل لاحظتم على المباشر معكم يعني شاهدتم معنا أن تقريبا جل الاقتراحات كلها تبدأ بضرورة الذهاب لانتخابات رئاسية وبضمانات. طب الحال الضمانات هذه هي يعني تتمثل في القانون العضوي، تعديل القانون العضوي للانتخابات بما يضمن يعني شفافيتها. ونحن بكل أمانة الهيئة إلى جانب جميع المقترحات والمبادرات من خلال مخرجات الحوار التي أجريناها سوف نأخذها بعين الاعتبار، وسوف تصب مباشرة في اللجنة التي تقوم بصياغة هذه المقترحات، اللجنة السياسية واللجنة القانونية المشكلة على مستوى يعني الهيئة.